يخرج جهازه من جواله ويعيش مع مأثم، يعيش مع مأثم، يعيش مع أمور تسخط الله سبحانه وتعالى، مع منكر، مع باطل، في رمضان، في نهاره وفي لياليه. وهذا مما يريده أعداء دين الله سبحانه وتعالى، وهو مما يسخط الله ويغضبه جل في علاه، وهو من أسباب الحرمان من الخير والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في رمضان. هذا الذي أقوله يؤكد أيضا أن الواجب على كل واحد منا صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، أن يستحضر هذا النداء كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يستحضره كل ليلة، وعلى إثر هذا الاستحضار يبدأ العمل، لأن هذا هو ثمرة العلم، هذا ثمرة العلم. على إثر هذا الاستحضار لهذين النداءين يبدأ العمل، والعمل يأخذ جانبين: الجانب الأول الإقبال على الخير والازدياد منه والاستكثار منه، وضع برامج يعمل من خلالها في أبواب الخير المتنوعة، والجانب الآخر من العمل، وهو يعد أيضا عملا، المنع، منع النفس عن كل أمر يعلم أنه لا يرضي الله، وهذا يعد عملا. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عد الترك إسلاما وعملا، فالترك لما يغضب الله هذا يعد عمل من الأعمال الصالحة في رمضان. انتبه، تقرأ القرآن، تتصدق، تبر والديك، تحسن، هذه تعد أعمال لك صالحة في رمضان. أيضا منعك لنفسك عن الأمور التي تدعوك نفسك إلى فعلها فتمنعها منها طاعة لله وطلب الرضا لرضاه جل وعلا، هذه أيضا تكتب لك أعمالا صالحة في رمضان، مثل ما تكتب لك تلك أيضا أعمال صالحة في رمضان، وتكون أيضا سببا لعلوك عند الله وفوزك بمعية الله الخاصة، لأنك تركت أمورا نفسك تبغيها متحركة في طلبها لا يراك أحد من الناس، تركتها لله وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فتدخل في صالح عملك وتفوز فيها بعظيم الثواب وجميل المآب.